مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في جمال وادم. اليوم شرينا شغله زاكيه. شو هي؟ جابانيز موتشي ايس كريم. اوكي، جابانيز موتشي ايس كريم. هذا بوظه يا جماعه بالعجينه اللي حوالين البوظه هاي، عجينه رز. تعرف شو الرز يا ادم؟ شو الرز؟ الرز الابيض. الرز الابيض. اوكي، نفتحها نجرب. طلع كيف؟ واحد، اثنين، في ثلاث انواع. هذا اربع علب بس في ثلاث انواع. في هذا ايش هذا؟ فانيلا، واحد جرين تي، وواحد مانجو. بدنا نجربهم كلهم اليوم. شو رايك يا ادم؟ طيب شو كيف شكلهم؟ هذا الجرين تي، خلينا نجرب واحد. اسمها هذا المانجو، هذا. طيب نجرب هاي العجينة اللي برا شايفينها، هاي رايس. جرين تي زاكي. ادم بحكي زاكي، انا عندي يعني جرب هاي اسمها. هاي المانجا صح؟ نجرب المانجا، شايفينها؟ برضو فيها عجينة. المانجا انا شايفها ازكى. ادم شكله لا حب الجرين تي صح؟ هاي الفانيلا، ادم بحب الفانيلا. خلينا نجرب فانيلا. فانيلا ذاك. شو رايك؟ بوظة عليها عجينة رز، اشي غريب. زاكي؟ يلا طيب نعمل ثمب اب ولا ثمب داون؟ ثمب اب. اوكي؟ يلا يعطيكم العافية، نشوفكم في فيديو تاني من جمال وادم. It's caught in the crossfire.